انا عم بحكي لك كيف صرت مسلم. ناشي. شو هي الاسباب؟ انت صرت مسلم عشان انت لقنت الاسلام. عشان انت لقنت الاسلام. انا ما لقنت الاسلام. انت تعرف خلفيتي، انت تعرف انا وين ساكن، مين انا، شو عمري، شو في خالق. لقنت اللي في خالق. لا، هذا كلام، هذا كلام مردود عليك، لانه انت عم تحكي شيء غيبي ما له. لو انت مش حتعترف دلوقتي ان انت لقنت ان في خالق، ما تكملش الحوار ده معايا. كيف اعترف؟ اعترف لو انت دلوقتي مش هتعترف ان انت لقنت وانت صغير ان في خالق والقصص ديت، ولقنت دين معين، يبقى انا كده مفيش امانه في الحوار، يبقى انا مش هكمل الحوار معاك. يعني انا كذاب؟ مش كذاب، انا بقول لك لو انت مش هتعترف ان انت لقنت الدين ده وانت صغير زيك زي اي حد، انا مش هكمل كلام معاك، وانا عندي حريه ان انا اختار اكمل كلام مع مين وما اكملش كلام مع مين. يعني انت تحب انه ازيف الحقائق مشان لا مش ازيف الحقائق. انت ما نشاتش في السويد عشان خاطر تقول ان انا نشات في اسره ملحده وما لقنوش دين معين. انت بتتكلم عربي، هو واضح ان انت نشات في اسره عربيه، فانت يا اما نشات في اسره مسيحيه يا اما اسره مسلمه، ما يعني مش محتاج فقاقه ولا ذكاء. يعني ما تهنش ذكائنا. يعني انا ما بهن. شوف انت يعني انت لو يعني انت نشات في اسره مسلمه ولا اسره مسيحيه يا ابراهيم؟ لا، أسرة مسلمة. يبقى لقنوك في البداية كده وانت طفل صغير فكرة الله الخالق والرسول والحاجات دي زيك زي أي حد، فما تقولش ان انا لقيت نفسي نعم. بتسأل مين اللي خلقني. لا، انت لقنت وانت صغير نعم. بريد الحاجات دي. نعم، انا لقنت وانا صغير. نعم، نكمل. نكمل. نعم، تفضل. طيب، فبلشت أسأل هل هذا الكلام صحيح ام خطأ، لانه انا من حقي كإنسان اعرف انه الكلام اللي حضرتك تقول لقنت. بديت أفكر هل هذا شيء صحيح، هل هذا شيء خطأ. بلشت أقارن في الأديان المسيحية، البوذية، الهندوسية، اليهودية ولا آخره، فوصلت إلى نقطة جوهرية. قرأت الهندوسية يا إبراهيم؟ قرأت الكتاب اللي قرأت له. أنا ليس متعمق في الهندوسية، وإنما قرأت عن الهندوسية. إيش الكتاب حقهم يا إبراهيم؟ أنا ما قرأت كتاب الهندوسية، قرأت عن الهندوسية. إيش الكتاب اللي قرأت عن الهندوسية؟ قرأت معلومات عامة عن الهندوسية وليس كتاب. يعني ليش نحط لك المواقف بايخة يا إبراهيم؟ ما أخلي نفسي، أنا ما قرأت كتاب الهندوسية. أنا قرأت المعلومات عن الهندوسية وشو يعتقدوا وكيف يآمنوا ومين هو ربهم.